صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل. يا صباح الخير مجددا، تحية طيبة لكل المتابعين. رجعنا لنكفي مشوارنا الصباحي بهذا الصباح. بهي الفقرة متابعينا رح ننتقل مع أماني جويش. أماني من دير الزور، ابنة دير الزور، اعتمدت على نفسها وعملت مشروع خاص وسوقت لنفسها على السوشيال ميديا. كيف وشلون وشو هي أهم العقبات اللي واجهت أماني؟ ويمكن الكثير من الأشخاص بيكون عندهم رغبة بإنشاء مشروع خاص، واليوم تحديدا ندرك أهمية التسويق على السوشيال ميديا، وخاصة لبعض المشاريع لها أهمية أكبر من باقي المشاريع الأخرى، مثل المشاريع المطبخية اللي ممكن أنت تصل لأكبر عدد من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وتسوق لنفسك وتسوق لمشروعك. أماني جاويش شيف وصاحبة مشروع تنضم معنا للهواء مباشرة. صباح الخير أماني. صباح النور، يا هلا ستيارة، كيفك؟ يا صباح الخير، أهلا وسهلا فيك أماني. أماني من دير الزور، وأكلات دير الزور يعني أكلات طيبة. اعتمدتي على هذا الموضوع بمطبخك ولا كيف؟ هو أهم شيء إنه طبخات دير الزور. تعرفين نحن هون باسطنبول صار في تعددية، حلب، الشام، حمص. أول ما يسمعون إنه مطبخ دير الزور ما يتردد لأذهانهم غير الكليجة الديرية والبامية الديرية. هذا الكلام صحيح، وإحنا هاي أكلات تراثية عندنا، بس المطبخ الديري مطبخ جدا غني، وأنا إن شاء الله عم نشتغل على هذا الموضوع إنه إحنا ننشر أكلات الدير وكرم الدير بالأكلات وبالطعمات، وهو الأساس. يعني أنا مشتغل على الأساس إنه مطبخ ديري، مع احترامي لجميع المطابخ طبعا. لكن من الجميل التمسك أماني ببعض الأوقات، إنه وخاصة بعض المطابخ اللي هي ما بيكون لها رواج كامل خلينا نقول بسوريا، على نطاق سوريا. يعني بنعرف إنه بعض المطابخ تطغى على مطابخ أخرى من المحافظات، فمن الجميل أيضا نتعرف على هي الثقافة المطبخية لمحافظات مثل دير الزور. أماني، وجميل أنك يعني تمسكت بهذا الموضوع. خبرينا أماني، كيف انطلقتي بالمشروع؟ كيفك خطرت الفكرة على بالك؟ شو عملتي بأول الخطوات؟ ستيارة، بالأول بعد إذنك، عشان التمسك بالمطبخ، أنا مو كنت متمسكة بالمطبخ الديري لأنه هو مطبخ شامل، يعني تقريبا جميع الأكلات السورية، وبالإضافة للأكلات العراقية بحكم قربنا الجغرافي، نحن من العراق، فكمان أكلات عراقية موجودة عندنا بالدير الزور. متمسكة كمان باللهجة الديرية. حابة أني أنوه شغلة، أحيانا على الصفحة يترددون وتجيني مسجات أنه أنت ديرية بس عم تحكي باللهجة البيضاء. أنا أتشرف إني أحكي باللهجة الديرية، بس قام ينسب المطبخ للعراق، أو الشكون، لما نحكي بشكون وشقد وهاي الأحرف اللي مخارج الحروف عندنا واضحة الحمد لله، قام ننتسب كمان لتونس ولا للجزائر، مع اعتزازي واحترامي للجميع. فقام أحاول إني أحكي باللهجة البيضة شوي، عشان بالقليل نبقى ضمن إطار سوريا. عفوا، نرجع لسؤالك بالنسبة إنه كيف بلشتوا. أنا صار لي 10 سنين بإسطنبول، مناسبات وأعياد ميلاد وحفلات وأصدقاء وتجمعات، أي من يأكل من أكل بيتنا الحمد لله يعجب، يصور السفرة، يطلب أكل للبيت كمان، يعيد التجربة مرة ثانية، فالكل حابب. وأنا بصراحة أنا وأهلي حابين فكرة إنه اللي عم يأكل عم يعجب. طبعا إحنا مطبخنا عائلي، نحن أنا ووالدتي وخواتي، نحن 4، فمشروع كنا عم نطبخ الحمد لله، النفس الطيب من الوالدة، فهو أكبر رأس مال، فالناس عم تعجب بالأكل. طرحوا علينا فكرة، طب أنتم ليش ما تعملون مطبخ، عفوا مطعم بالأول. عجبتنا الفكرة، بلشنا، عملنا، شاركنا بإيفنت، الناس تجمعوا، الناس حبوا، صوروا. بعد بيومين كمان كان في إيفنت بالأوف اسطنبول، الأعداد أكبر، الجنسيات أكثر، شاركوا، حبوا. من بعدها والحمد لله تحسين هيك تيسير من رب العالمين، يعني على رأي صديقتي أحس إنه هالصفحة العائلية رب العالمين عم بيسوق لها. أنت حكيت هلا عن التسويق، شاركنا، كنت من ضمن المسابقة اللي شاركت بمطابخ حاضنة إكسبو، فكنت من ضمن المطابخ، وكنت أنا أورد أكل للإفطار على مدار 20 يوم برمضان الحمد لله،
من بعدها طلبات وأوردرات وأعياد ميلاد، والفيدباك تبعها عم بيكون رائع الحمد لله. مبدئيا على عمر 3 شهور عم بتكون جدا رائعة، وأكبر دليل إنه وجودي اليوم مع حضرتك. يعني يعني من الجميل أماني النجاح، ومن الجميل أنه مشروعكم عائلي. خبريني عن هذا المشروع العائلي، هل في وزعتوا المهام بين بعض؟ يعني مثلا حدا بيعمل المالح، حدا بيعمل الحلو، ولا كيف عم توزعوا المهام بينكم؟ أولا إحنا كل فرد، نحن 4 صبايا والوالدة الله يخليها، كل فرد فينا من فريق أمينة السفراسي قادر بأنه يشتغل جميع الأصناف. قلت لك نحن عدنا إياها بالوراثة. 2، أول ما يجي الطلب على حجم الطلب، اللي فاضي يشتغل. يعني ما في عندنا توزيع مهام، أنت دورك كذا كذا كذا، الجميع قادر أنه يقوم بجميع المهام. ويلا بدنا ننجز وبدنا عجلة يعني. أي الحمد لله. طيب العقبات أمان، يعني مثل هذا المشروع، قد ايه عمر المشروع بداية؟ خليني أعرف منك، من أيمتى انطلقتوا؟ احنا انطلقنا 17/3، لسه 3 شهور ما تمينا. بعدكم جداد، يعني بعد المشروع جديد العهد. طيب أكيد هي الفترة مليئة بالعقبات، مليئة بالصعوبات، خبريني عن بعض هي العقبات. شو هي العقبات اللي واجهتكم؟ هل اعتمدتوا على التسويق لأنفسكم؟ قلتي شاركتوا بإيفنتات، هذا الأمر كتير يعني بيعمل ضجة للمشروع، لكن هل اعتمدتوا أيضا على التسويق على السوشيال ميديا؟ كيف لقيتوا التسويق على السوشيال ميديا؟ شوفي، السوشيال ميديا بحر وكبيرة، والمطابخ المنافسة ما شاء الله كله شغل رائع وعم بيسوقون بطريقة جدا حلوة. نحن كمان لازم نواكب هذا الشيء. قام أستعين بأصدقاء، أستعين باستشاريين. طبعا إذا تلاحظين التسويق على الصفحة تكون يعني طبيعي، وكان تسويق شخصي، ما أنا تسويق شركة أو حدا ماسك أو صفحة أو كذا. نحن عم نسوق ونقام نعتمد على الصور، وتكون الصور حقيقية. الناس قامت تحب فكرة إنه الصور حقيقية، الصور طبيعية. يعني أنا أمسك بعد ما تجهز الطلبية وأصور وننزل. قام إذا في عندنا شوي هيك استشارات، نستشير حدا مختص كيف بدي أعمل الحملة، كيف بدي أعمل هيك، كيف مشان العروض، عم نساوي عروض. قام نحاول شوي شوي انه نكون على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى الـ الناس اللي تشتغل بالتسويق، وشوي شوي ان شاء الله. يعني اذا في اخطاء قام نتلافاها مع الايام. يعني حسيتي السوشيال ميديا فاتكم أماني بهي النقطة؟ حسيتي إنه وجودكم على السوشيال ميديا اليوم مهم؟ طبعا جدا مهم. يعني انا عم تجيني مسجات دعم، عم تجيني مسجات صوركم بحال حلوة والسفرة تجنن، واستمروا. يعني أحلى من كلمة بدي أطلب استمروا، تشجيع إنه صور حلوة وأنتم كعائلة وشغالين مع بعض، استمروا. برافو، يعني هاي كلمة برافو هاي دفع وقوة قام تعطينا، والحمد لله مستمرين بكلمة برافو استمروا. جميل. طيب أماني، يعني نصيحتك للأشخاص اللي عندهم فكرة مشروع حابين يبلشوا مش عارفين من وين، يعني مخربط الموضوع براسهم، شو بتخبريهم، شو بتنصحيهم؟ باشروا من دون أي حسابات، من دون ما تكبرونها. طبعا حسابات بسيطة ممكن، بس من دون ما تشوفون وتاخذون أبعاد كبيرة، تقولون والله في المشروع، أنا بدي أعمل مشروع مثل مشروع فلان، بس فلان وصل. أنتم ما تعرفون البدايات وما تعرفون الصعوبات، فباشروا شوي 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 شوي. الإنسان يتعلم من أخطائه، شوي شوي تتعلمون، شوي شوي تكبرون. المهم انه شرف المحاولة، المهم انه الانسان يحاول، وما حدا انولد بيوم وليلة يعرف كل شيء. خطوة ورا خطوة تعمل طريق وتفرق. نتمنى لكم كل التوفيق أماني، حبيت جدا تواجدك معنا اليوم يعني، وبرافو، استمروا استمروا دائما. تحية لك وللوالدة ولكل أخواتك أماني. شكرا لك ستيارة، شكرا لكم القناة مصر. شكرا. شكرا جزيلا لانضمامك. يعني من أحلى الكلمات اللي قالتها أماني إنه استمروا بأي شيء أنتم بتعملوه، بأي شيء أنتم مؤمنين فيه. كثير من الأشخاص بيكون عندهم فكرة معينة ببالهم، فكرة مشروع، فكرة خطوة جديدة بالحياة، لكن عندهم خوف من الخطوة الأولى. هي الخطوة الأولى هي اللي بتحدد لك فيما بعد، وفيك من خلال هي الخطوة
أنك أنت ترسم هل فعلا هذا المكان هو الصح، هل فعلا هذا المشروع قد ينجح قد لا، ترسم هيك صورة حول هذا الموضوع. لكن من دون هي الخطوة رح تبقى عايش بدوامة من الأوهام، بدوامة من الشكوك، بدوامة من الكثير من الأفكار، وما رح تقدر أنت تنجز أو تستمر أو تعطي بهذا المجال. ففكرة رائعة جدا. السوشيال ميديا اليوم فتح لنا العديد من الأبواب اللي كانت يعني بدها الكثير من الجهد سابقا. صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل.